مساء الخير. صرنا هلا هلا. بالكاس لا 12. عشر. هذا الكاس لي. أفوة لهون أنت ولدك الفيافي والمشافي الرب الشافي يا عصافير السجون. أفوة مابونة في مواريث الأراضي زرروا قميص القاضي ألبسوا العدل إزار النادي. أمة ما فيها دائن إلا وقطع. أمة ما فيها كاهن إلا وسجع. أمة مابونة يعكفون في ظهر الجوادي وزعوا خيرا على القوادي والجرادي. أمة تنفسون أمة تفاكهون أمة تفسخون في المجون. أمة تنفسون أمة تفاكهون. وابن عمي كان في التواليف كريما كان في التراتيل سليما كان لي قديما ابن عمي المصون. والآن ابن عمي الخؤون يضع لي سما ويغافل الأعمى علي. يطعم الدنيا حطاما يطعمني شرية. يطعم الدنيا كراما يطعمني دنية. معلش خلاص مش حابب أكمل الحكي هذا كله وبدي اطلع على الغرفة لو سمحت. طيب افتح الاسانسير ممكن. وانت هون كمان شو بتساوي؟ قبل شوي كنت على البار. شفتك قاعد بالبار عم تحكي يمين يسار بالطابة السابعة. في حدا عم يفتش الغرفة؟ على كل حال فتشوا الأثاث فتشوا الزهور فتشوا روحي ثلاث فتشوا قلبي الصبور فتشوا الكتيبات ثم صادروا النقاط عن الحروف وحدروا الدماء على السيوف ولمعوا جبين الظلم على الورق فكل ظلام سبق ومن دنا السوق سرق وبعدما تدين الإنسان فخق الأفاق وانفلق. قالوا لي أن جيلا كاملا يصلي داخل المرآة أن عمرا كاملا أكبادنا يصطاد أن سمعنا مبتور فوق مصاطب السياف صلى خلفنا الضبور هز الرأس والأرداف طاح بلحمنا السطور نترنا إلى الحفاف قطعنا إلى أنصاف يسعى بأرضنا المحراز لا ملئت مواعين ولا ملئت قفاف. يحملنا بنو العتال يمهلنا بنو القتال أجبرنا على الترحال وعلى هزائم الماضي جئناكم إذا نختال.